ليكم كنواب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كذلك، في صلاحية جيلة، استعملوا صلاحية نتاعكم، اقتراح قوانين، دي بروبوزيسيون دو لوا، كاين لي بروجي دو لوا، مشاريع القوانين تجي من الحكومة، هذه في كل بلاد طبعا، ولكن الرئيس أعطاكم صلاحية جيلة، لازم تستعملوا هذه الصلاحيات باش تخدموا مشاريع قوانين طبعا تتصل بالقيادة، باش ما يبقاش، لأن قانون مو سهل، قانون بالمواد تاعو لازم يفكر باش المواد اللي تكون مقترحة في القانون تتماشى مع الدستور وتتماشى تتماشى تتماشى مع الفكر تاع رئيس الجمهورية مع برنامج رئيس الجمهورية. لجنة الانضباط خدمت وريت تخدم، ما نعطيكمش الأسامي والولايات، ولكن التقرير اللي جاي من عند المقرر تاع اللجنة شت هذا، كاين ثلاثة اللي مقصين من الأفلا، ثلاثة على اللجنة المركزية سيفيني، ما نعطي لا أسامي ولا ولايات. طلعت على المداولات وعلى التقارير تاع لجنة الانضباط اللي ما نشاركش فيها لجنة الانضباط، 19 واحد يجتمعوا سوفرانما بكل سيادة بكل حرية يدرسوا صبنا من الفات القوم من الفات باللي كانوا مفبركة، البراءة لهذوك اثنين أعضاء اللجنة المركزية اللي حبوا يسفلوا حسابات معهم باش يقلعوهم، هذه ما نقبلهاش، ما كانتش في الحسابات. تقارير تقرير نهائي ما عند مقرر اللجنة والرئيس، يجوا عند الأمين العام هو اللي يفصل، وشرط ثلاثة راهم مقصيين، الرابع راه في الطريق والخامس ربما من اللجنة المركزية، واحد اللي يهرب من الكروسة، يهرب الكروسة في القائمة يمشي حزب آخر، هذا أفلان